هاي صبايا، انا ساره. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو عملت لكم تمرين مقاومه سوبر خرافي طويل، لكن صدقوني بيستاهل انك تعمليه مرتين لثلاث مرات بالاسبوع وشوفي النتيجه خرافيه لشد الترهلات. يعني مستحيل حرفيا وفعليا وبكل توكيدات العالم انك تلتزمي بهذا التمرين وما تنشد عندك الترهلات، مستحيل. اوكي، باذن الله. كمان عزيزاتي ححط لك رابط برنامج غذائي تمشي عليه تحت بقسم الوصف، هون حتشوفوا. حنعمل اوزان خفيفه للقسم العلوي، اوزان ثقيله يلي بدك اياه للقسم السفلي، ما بيهمني انت قرري. بس اول شيء عزيزاتي رح نبلش بحركات الاحماء، ضروري جدا تمارين المقاومه نعمل حركات احماء خفيفه لحتى نحمي المفاصل والعضلات ونجهزها للتمرين وكمان نحميها من الاصابه. كتافنا هيك لورا، 5 4 3 2 1. هلا يا عزيزتي شوي الخصر يمين يسار، 8 7 6 5 4 3 2 1. دائرة خفيفة بالورك، 8 7 6 5 4 3 2. بالعكس، برافو عليكي. طبعا بهي الحركات الدوائر بدي اياكي فعليا وحرفيا تشدي منطقة البطن، شديها حافظي عليها مشدودة. إذا حسيتي ألم بسيط بأسفل الظهر فيكي توقفي الحركة فورا، حسي بالحركة صح. يس، هلا بقى بنفتح رجلينا شوية صغيرة، مرة يمين مرة يسار، مرة يمين مرة يسار، بطننا جوا تماما، بطننا جوا، احمي أسفل الظهر. 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو عليكي. هلا اللي رح نعمله عزيزاتي رح نرفع الركبة هيك، نعمل إطالة للمؤخرة ونرجعها بهي الطريقة ونرفع الكوع بهي الطريقة. اوكي، مرة ثانية، رفعنا الطرف الثاني، رفعنا الكوع، رفعنا والكوع، بتحسي بالإطالة، الدايناميك ستريتشينج بكل عضلات الجسم. حاولي تقربي الركبة لعند صدرك ورجعيها لورا وارفعي الكوع. بنرجع بنرفع الركبة لعند الصدر، بنرجعها لورا وبنرفع بالكوع، رفعنا وبنرفع بالكوع. رفعنا وبنرفع بالكوع، نفس عميق من انفك وعطي من تمك، برافو. هلا بقى يا عزيزتي بندور الركبه، طبعا واحنا عم ندور اول شيء رخيلي هذا الطرف. 8 7 6 5. إذا بتسمعوا طقطقة it's okay، you know أنا عم بسمع طقطقة هلا، it's okay. الطرف الثاني، يس. وهلا نحن جاهزين إن شاء الله للتمرين. جيبي لي الأوزان الثقيلة اللي بتناسبك، اللي بتناسبك. يعني دائما بقول القسم السفلي استخدموا الاوزان الثقيله، القسم العلوي خليكم على الاوزان الخفيفه. اوكي، هلا نحن هون وقفتنا مستقيمه، اللي حنعمله من ما ضروري تفتحي كثير، شوي صغيره وانزلي. اوكي، بس هيك. الغلط اللي بيقوموا فيه الصبايا انه فعلا بيفتحوا كثير قد ما فيهم، بس انت لا، اللي الفتحة اللي بتناسبك ونزلات خفيفة بس عمليها بشكل صحيح. دائما بنخلي الأوزان قريبة على رجلينا، أوكي، مشان ما يصير في عنا ألم بالظهر، ضغط على الفقرات. أوكي، يعني ما تعلقيه هيك بالهواء الوزن، لا خليه هيك قريب على الفخذ. برافو.
7 6 5 4 3 2 1 خليكي هون خليكي هون. هلا بقى يا عزيزتي انت وحامله الاوزان بدي اياكي تقعدي اعداد خفيفه 10 9 8 7 6 على جنبنا عم نقعد على جنبنا 4 3 2 1 الطرف الثاني 10 9 شدي بطنك 7 6 5 4 3 2 1 وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا اوكي المجموعه الثانيه رح نبلش فيها مره ثانيه بنجي يس كملي معي four three two one خليكي هون الدمبلز هون معلش ظهرنا مش مستقيم كتير مايل شوي للأمام شوي صغيرة المشط ميطلع لقدام وتغطي عدي على مؤخرتك nine eight لورا 7 6 5 بطنك جوا 4 3 2 1 كمان الطرف الثاني 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تمرين اكثر من رائع للصبايا اللي عندهم خفسه للي عندهم مشكله بالفخذ الداخلي وحابين يشدوا الترهلات يعني تمرين خرافي اوكي اذا عندك كاتل بال بيصير تقلي الوزن قد ما فيكي الصبايا يلي ما عندهم اوزان مثل ما حكيت ببدايه الفيديو فيكي تستفيدي من هذا التمرين تماما تماما بدون اوزان حتى فتحنا بهي الطريقه ومسكنا الدامبل اوكي هلا نحن وركبنا عم نخليها تتجه نحرص على انه نحن ركبنا مفتوحه ما تعملي هيك هذا اكبر غلط بشوفه من الصبايا هيك عم ينزلوا وات از ذس وات از ذس فخلي الركب مفتوحه لو ما بدك لو مالك قدرانه تنزلي كثير اوكي مسكنا الدمبلز وبننزل 10 9 ركزي على الركبه حسي لما عم تطلعي المؤخره عم ترجف برافو ضغطي ضغطي قد ما فيكي 7 6 5 4 3 2 البطن مشدودة يا ترى البطن مشدودة 1 هلا بدي اياكي تثبتي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 لا تتركي 4 3 2 1 ثبتي كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو عليكي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا هلا بقى بنرجع بنفتح مره ثانيه او ريحي شوي ريحي شوي ريحي شوي كيفك اليوم كيف المزاج اليوم كيف الصحة؟ شربتي مي؟ شربتي مي بكمية منيحة؟ ايوة خدي المي اشربي بس مو تكتري وانتي عم تعملي تمرين حدا معكر لك مزاجك؟ لا تخلي اي حدا يأثر على مودك اي حدا ما حدا بيستاهل يعكر لي مزاجي لان المزاج لما بتعكر جسمنا من جوا بيتعكر وبيزعل وبيتضايق اوكي؟ المجموعة الثانية الله فتحنا مرة ثانية ونزلنا 1 2 3
الركب مفتوحة يا بنتي، الركب مفتوحة لك، مو هيك، لا مفتوحة على الجانب. برافو عليكي. ايها ايها اخر اثنين، اخر واحد خليكي تحت. 1 2 بطنك مشدودة، حافظي على اسفل الظهر. 3 4 5 باونسات صغيرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا سرتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. بعد هذا التمرين على الاكيد وجبة بروتين مرتبة تدعمي فيها نفسك، وحاولي تكون الوجبة خفيفة بالكربوهيدرات بعد هذا التمرين، اوكي؟ لأن نحن بدنا نبني عضل ونحافظ على جسمنا نحيل ورشيق. يس. سو التمرين، الحركة هي أول شيء طبعا الدمبلز هيك بهي الطريقة، راح أجي على جانب وأجي للخلف وأرفع، جانب خلف وأرفع، اوكي؟ كرسي لونش خلفي وارجع، يعني حبدل. Let's go up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 كملي. أنا معك. ما تميلي ظهرك. الله يرضى عليكي. الله يرضى عليكي. يس. خلي هيك وقفتك صبية، لو ما كنتي صغيرة بالعمر، العمر رقم، النفسية هي العمر، النفسية صبايا. أنا شايفة بنات 20 سنة نفسيتهم 40 سنة، وشايفة بنات 40 سنة نفسيتهم 20 سنة. أوكي؟ ظهرك مستقيم. يس. برافو عليكي. آخر اثنين، آخر واحد. يس. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. اوكي يلا نزلي شوي النبض، نزلي شوي النبض، ريحي شوي كمان، ريحي. It's totally alright. It's totally alright. ريحي. إيش بك بتضل بترن هالساعة؟ Okay, it's okay, no? المجموعة الثانية. Let's go. كرسي خلفي. كرسي خلفي. قربي الدمبل على جسمك. شدي ظهرك يا حلوة. That's it. لا تبرمي جسمك لما تروحي على الكرسي، يعني مو تعملوا هيك صبايا، لا. لا. بس الرجل هي اللي بتروح. برافو. الرجل هي اللي بتروح، حسيتي فيها أكثر صح؟ نفس. نفس، الرجل هي اللي بتروح، عم تبرمي الرجل. يس. برافو عليكي. نفس. اخر اثنين، اخر واحد. وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. alright perfect. هلا بقى يا حلوتي. بدي اياكي تسطحي على الارض. اوكي. ناخذ دمبلز اللي بيريحك. ما عندي مشكلة ابدا. نتسطح على الارض بهي الطريقة. اوكي. من مد رجلينا.
بنمدهم، ما نقربهم على الورك، بنمدهم لقدام. اوكي، واللي بنعمله فيك تحطي دامبلز، فيك تعمليه بلا دامبلز. ايدينا على الارض. انا بس هلا بدي ركز على الفخذ الخلفي، مدي رجليكي تماما، رقبتك مستقيمه وبترفعي رفعات خفيفه، رفعات خفيفه، حسي بالفخذ الخلفي، رح تحسي فيه تماما. 3 4، حطي شيء تحت رقبتك يريح لك اياها. 5، بطنك مشدوده. 6 7 8 9، اضغطي على كعبك، على فكره اضغطي على كعبك. 10، لو ما بدي اياكي ترفعي كثير، انا بدي رفعات خفيفه بس. 1 2 3، برافو. 4 مع صوتي. 5 6 7 8 9 10. هلا بدي اياكي تريحي شوي يا عزيزتي، تاخدي الركبة اليمين ترجعيها، تاخدي الركبة اليسار وترجعيها. اوكي، بدي اياكي تركزي تماما على الفخذ الخلفي، بطنك مشدودة دائما وابدا، دائما وابدا. alright، هلا بقى الكعب على الارض مرة ثانية، ايدينا على الارض. اوكي، وبنرفع. 1 2، حاولي ما تنزلي المؤخرة، حاولي ما تريحي، بس بطنك ومؤخرتك مبرومة لجوا، ما بدنا يصير في ضغط على أسفل الظهر، شدي البطن. 3 4 5، إذا حسيتي بألم عملية 8 عدات ووقفي بأسفل الظهر، بس إذا أنت شديتي بطنك وبرمتي مؤخرتك لجوا المفروض أنك ما تحسي بالألم، بس لما عم ترخي مؤخرتك وبتبرميها لبرا هيصير في ضغط على أسفل الظهر. آخر 2، آخر 1، وريحي مرة تانية. مناخد الركبة اليمين منرجعها، ومناخد الركبة اليسار ومنرجعها. رح نعمل مجموعة أخيرة وهيك بكون حنختم القسم السفلي ونبلش بعدين بالقسم العلوي إن شاء الله. أوكي، مدينا رجلينا ما نقربهم مشان نستهدف عضلات الفخذ الخلفي. إيدينا على الأرض، رقبتنا مستقيمة، رفعات خفيفة، برمي المؤخرة لجوا، هيك عملي لها سكويز لجوا وارفعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2، وين وريحي. اخذنا الركبه مره ثانيه والثانيه كمان اخذناها. اوكي، قدمنا، حطينا الدمبل هون مو فوق الركبه، بالنص، بنص الفخذ، وبنرفع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، كملي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2، ثبتي عندك بليز، ثبتي 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 هيك بهي الطريقة. شايفه هلا الكعب، المشط والكعب، مرة مشط مرة كعب. 3 4، طبعا الوضعية اللي بتريحك فيكي تعملي رقبتك هيك. 5 6 7 8 9 10 10 9 8، بعرف على فكرة 7 6، بس هذا بيخليهم مثل الحجر، عندك سيلوليت بدك تتحملي. 5، عندك ترهلات بدك تتحملي. 4 3 2 1، وبرمي على الطرف الثاني فورا ورأسا. اول شيء نبلش نمسك الدمبلز بايدنا ونرفع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1،
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ثبتي ثبتي المشط والكعب مشط كعب 2 3 4 5 فعلا شدي تماما شدي كل عضلة بعضلات الفخذ شدي بطني كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الطرف الثاني فورا ورأسا Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, seventy, ten, nine, eight, seven, six, five. 4 3 شدي 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 مدي الكعب يس مشت كعب برافو عليكي اي لاف يو سو ماتش والله 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 كملي بليز من شاني من شاني من شان الترهلات من شان السيلوليت كملي 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 4 3 2 1 شدي يس صبايا اثناء تمارين المقاومه قديش بدكم هالترهلات تشد بدكم تشدوا جسمكم وانتوا عم تشتغلوا التمرين كل ما اشتغلتي التمرين برخاوه هيك ما بتشد الترهلات بدك تشدي بدك تتفاعلي تفاعلي مع تمرين المقاومه يا حلوتي فوق تحت فوق تحت 5 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سبتي مدي كعب المشط والكعب 9 8 7 شدي بطنك 6 5 4 3 2 لا تميلي خصرك خصرك مستقيم على فكرة لا تميلي لا لورا لا لقدام كمان 10 9 8 7 6 حاولي تفتحي شوي الرجل حسيتي فيها I know I know 4 3 2 1 وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا ظهرك مستقيم دائما وابدا بتشدي وبترفعي لورا ضربه ضربتين وبترجعي بتمدي وبتسحبي لوح الكتف على بعضه بترفعي لورا بهي الطريقه بتثبتي ضربه ضربتين 1 سحبنا 2 2 2 3 2 4 2 شدي ايديك اذا ما شديتي ايديك ما حتحسي حالك عم تعملي شيء 2 5 2 6 2 7 2 8 2 برافو 9 أحسنتي يا حلوتي 2 10 عفوا 2 آخر 2 وآخر واحد خليكي فوق خليكي فوق خليكي صدرك مفتوح ورا 10 9 8 7 يعني حسب الدراسات إنه هاي الحركة الهايبر إكستنشن للذراع هي من أفضل الحركات اللي حتى تشدي العضلة الخلفية الذراع الخلفي ترهلاته
فخليكي تحملي، شدي، ارفعي، مدي كوعك لا تقفلي، مدي ايديكي. المعصم ليش برمتي هيك؟ مدي مدي، ايوه مدي تماما، ارفعي رفعات خفيفه سريعه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. وريحي نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. برافو عليكي، نزلي كتافك، اهم شيء ما تكوني عم ترفعي كتافك اثناء هي الحركه. اوعك اوعك نزلي كتافك هيك، ريحيهم تماما، من مد من شد، 2 لفوق، 2 لفوق، 3 بتحكم، 2 لفوق، 4 2 لفوق، 5 2 6 7 8 9 10 11 12. خليكي فوق خليكي فوق خليكي فوق خليكي، مدي جسمك. 10 9 8 7. شدي ايديكي تماما، المعصم لا تبرمي. 10 9. المعصم مستقيم. 8 7 6 5 4 3 2 1. المعصم مستقيم، سبتي فوق، سبتي كمان فوق. 10 9 8. سبتي حسي فيها عم تنشد، عصرية مثل الغسيل لما بتعصري من المي. 4 3 2 1. وريحي نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. جاهزين اخر مجموعة لهي الحركة؟ I love you. لا تروحي وتتركيني، الله يرضى عليكي، لاني انت قررتي تتخلصي من الترهلات، خليكي معي لاخر التمرين، والله حتكوني من الكسبانين، والله حتكوني من الكسبانين. لما تبلشي بشغلة خلصية خلصية، مو بس خلصي الفيديو، خلصي برنامجك. 30 يوم 30 يوم، 40 يوم 40 يوم. شدي، مدي لفوق، ضربتين، 2 3 4 5. مدي كوع، فردي، 6 كمان، 6 7 8 9. آخر 2، والله 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 آخر واحد. مد، شدي ايديكي، شديهم، ظهرك مستقيم. هاي الحركات البست، بست اوف. فوق، 3 4 5. مدي المعصم، مدي، ايوه ما تبرمي هيك، ما عم بطلع بمعصمي انا، ورجيني اذا طلعنا بمعصمنا كمان بيصيرها فعلا. برمي المعصم هلا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سبتي كمان فوق، عصري الغسيل منيح عشان يطلع منه كل المي، حرفيا طالعيه. وريحي نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. هلا بدي اياكي يا حلوتي بقى، انت وهون ايديكي وراكي بهي الطريقه، نعمل 100 عده حرفيا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5. والله ما بتتركيني، والله والله. 2 1 30 9
ايه تخيلي هيك الزراعين ما احلاهم لما ينشدوا وتلبسي هالفستان الحفر بالصيف، يا عيني يا عيني، او الشيالات، يا عيني يا عيني، تخيلي هالترهلات، تخيلي زراعين الباربي عم تحصلي عليهم. كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 وريحي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. I love me I love me. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. هلا بقى يا حلوتي 10 9 اوكي يا حلوتي. اوكي دائما نحن هون بنفتح اللي حنعمله الكوع، شايفه الكوع مره لتحت ومره على جنب. 2 1 ثبتي مكانك، ثبتي مكانك، الكوع مفتوحة، فكرة الكوع مفتوح تماما. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 وريحي. نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا يا حلوتي. اوكي Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. ثبتي مكانك، ثبتي مكانك، الكوع مفتوحة، فكرة الكوع مفتوح تماما. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 وريحي. نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. هلا بقى يا حلوتي نحن بهاي الوضعية، ايدينا ورا راسنا، الكوع رفعناه من على الأرض، الكوع رفعناه من على الأرض، رجلينا فتحناهم هيك على مشطنا. اللي حنعمله رح نرفع شوي صغيرة. 2 3 4 5 6 7 8 9
10 9 8 7 6 5 4 3 2 لا ترفعي رجليكي ابدا، رجليكي ما ترفعي، يعني في الكوع مفتوح، نزلي راسك بس لا تنزلي الكوع على الارض ابدا بليز. خدي نفس، الكوع لا تنزلي شايفتك ها لو ما عم شوفي. اوكي كمان مره 10 9 رخي كتافك، لا ترفعيهم على اذنك، لا تقربيهم. 4 افتحي الكوع، افتحيهم هيك اكثر. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هلا بقى نزلي راسك وخلي الكوع فوق، خليه لا يلمس الارض بليز. خدي نفس، اخر مرحله من هذا التمرين. 10 9 8 7 6 أنا فخورة فيك على فكرة لأنك ضليتي معي وخلصتي التمرين. 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وريحي نفس عميق انتكشنا من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. لا تنسي تعملي تمارين الإطالة تحت، حط لك اياها عزيزاتي. هذا كان كل شيء لليوم، اذا عجبك الفيديو بليز بليز عملي الاعجاب وتركي لي تعليق لرايك بالفيديو، حرفيا ارائكم بتهمني مثل ما حكيت باول فيديو. سو اشتركي بالقناه، اي لاف يو سو ماتش، بحبكم كثير، اشوفكم بعدين، باي.